زاد معدل الولادة القيصرية بأنحاء العالم بمقدار الضعف تقريباً ب 15 سنة، ليصل إلى مستويات مثيرة للقلق ببعض الدول بحسب دراسة حديثة. وارتفع عدد عمليات الولادة القيصرية من 16 مليون حالة عام 2000 إلى 29.7 مليون في عام 2015. وتحتل جمهورية الدومينيكان المركز الأول من حيث عدد الولادات القيصرية، إذ تبلغ نسبة استخدام الجراحة في عمليات الولادة 58% من إجمالي حالات الولادة. والأطباء يقولون إنه اللجوء إلى التدخل الجراحي يكون غير مبرر بكثير من الأحيان. وحتى فترة قريبة كانت إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن ارتفاع نسبة الجراحة القيصرية بين حالات الولادة عن 15% يعد استخداماً مفرطاً للجراحة. وقالت الدراسة أنه هناك اعتماد كلش كبير وأكثر من اللازم على الجراحة القيصرية اللي من المفترض أنه نلجأ إليها في حال تعثر الولادة الطبيعية في أكثر من نصف دول العالم. ورصد الباحثون أنه معدل استخدام هذا النوع من الجراحة يتجاوز 50% في جمهورية الدومينيكان والبرازيل ومصر وتركيا، وأدرجت البرازيل في هذه القائمة رغم اعتمادها سياسة جديدة عام 2015 لتقليل الاعتماد على الولادة القيصرية. وطبعاً ارتفعت نسبة الولادة القيصرية عام 2015 في دول أيضاً أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بواقع 10 أمثال الأرقام المسجلة في إحصائية سابقة، حيث ارتفعت بنسبة 44% مقارنة بمنطقة وسط أفريقيا اللي شهدت استخدام هذا الأسلوب الجراحي بنسبة 4%. طبعاً حثت الدراسة مسؤولي الرعاية الصحية والنساء والأسر على اختيار الولادة القيصرية من تكون هناك حاجة قصوى إلها فقط ولأسباب طبية، وأيضاً طلبت بمزيد من التعليم والتدريب من أجل التعامل مع المخاوف المتعلقة بعملية الولادة بصفة عامة.